شو على مولود العقرب انه يعمل بالاسبوع الثالث من شهر اب اغسطس 2023؟ يا عزيزي، في ناس بيتقنوا المناورة حولك، ولازم انت تنتبه لتملق البعض او لتصرف بيثير ريبتك. لازم ما تعطي ثقة لأي كان بهالوقت، خاصة بين 3-15 وال4-16 من هالأسبوع، لأنه من الممكن أنك توقع ضحية بعض الخدع والخيانة. بتلاقي مبتغيك بين السبت 12 والتنين 14 مثل ما قلنا، أو يمكن لقيتهم. بتتلقى عرض أو بتروح بمفاوضات مجدية أو بتدرس بعض الاحتمالات يلي بترتب الأجواء. بس كوكب مارس بيعاكسك بهالوقت، وصرت تعرف هالشي وبتشعر ببعض التوتر طوال هالأسبوع، يعني ابتداء من 15 للتنين 21. بهالفترة التزم الصمت وما تبوح بأسرارك لحدا، حتى لازم ما تدلي برأيك أبدا بأي مجال. الجو عاصف يا عزيزي، ويمكن يهدد ببعض الفضائح. بتكتر الشكوك بحياتك المهنية وحتى بحياتك الشخصية للأسف. يمكن حدا يحدثك بلغة دبلوماسية بين الأحد 20 والتنين 21 ويثير بعض المسائل الماضية، ولازم تفهم الإشارات. بتميل للقرار أو للفرار، بدي أقول، من موقف إلى موقف، وبتصير عم بتواجه وبتشعر أنه أحدهم عم يلعب دور المراقب حتى يدون كل حركة أو ردة فعل من قبلك. يمكن توصل بعض الخلافات إلى ذروتها. انتبه.